ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تحذير من اتباع خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، والخطوة هي ما بين القدمين في حال المشي، الخطوة بالضم. وأما الخطوة فهي نفسه حركة القدم للانتقال من مكان إلى آخر، هذه هي الخطوة. هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين الخطوة والخطوة. والخطوة تجمع على خطوات، وتجمع على خطأ، والخطوة تجمع على خطوات وعلى خطأ. هذا هو الأشهر، وفي ذلك أقوال متعددة لأئمة العربية وأئمة التفسير. وقد قرأ ابن عامر والكسائي وقنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم وبعض الذين رووا عن بعض القراء السبعة، قرأوا خطوات بضم الطاء، وقرأ الآخرون خطوات بتسكين الطاء. أما قراءة من قرأ خطوات بضم الطاء فإن قراءتهم مبنية على الأصل، لأن الأصل في باب تمرة أن تتبع عينه فاء، هذا هو الأصل في باب تمرة، فيقال تمرة وتمرات وغرفة وغرفات، تمرة وتمرات بفتح الميم إتباعا للتاء التي هي فاء الكلمة، وغرفة وغرفات، وهكذا في نظائرها إلا إذا كان الاسم معتل العين كبيضة فيقال بيضات. إلا إذا كان ذلك وصفا ولم يكن اسما كضخمة وضخمات وعبلة وعبلات، لأن ذلك وصف. والخطوة هنا اسم، لأن الشيء المخطوة سميت خطوة، وهي فعل بمعنى مفعول بمعنى مخطوة، كما يقال قبضة الطعام للطعام المقبوض، قبضة الطعام بمعنى مقبوضة. وأما الفعل نفسه المصدر الذي الدال على الفعل فيقال قبضة الطعام. وقراءة من قرأ خطوات بالتسكين فلأجل مراعاة الأصل، هو تسكين المفرد، تسكين الطاء في المفرد، ولأجل مراعاة التخفيف أيضا، لأن الحركة قد تخفف بالتسكين لأجل ثقلها.